مش من الموضوع هنا مش برزقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أكل معتاد إن شاء الله تعالى، هناك خصوصية، لذلك سنقرأ من كتاب الشفاء للقاضي عياض فيما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنأخذ القسم الثاني الذي هو الجزء الباب الأول منه فقط، وهو ما يتعلق بفرض الإيمان ووجوب طاعته واتباع سنته. نعم، اقرأ. فرض والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: القسم الثاني فيما يجب على المنان من حقوقه. الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته، فيه خمسة فصول. الفصل الأول: فرض الإيمان به. إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واجب متعين، لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه. قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. طبعا هذا الباب عقد المؤلف هذا الباب لبيان فرضية الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه وطاعته. ولا شك أن شهادة أن محمدا رسول الله بعد شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا أن الشهادتين متلازمتين لا ينفك أحدهما عن الآخر، يعني بمعنى إن أتيت بواحدة دون الأخرى لا يقبل منك، والعكس صحيح أيضا. والشهادة طبعا هي الإقرار، الشهادة هو الإقرار، وإن كانت الشهادة في أصل وضعها هو العلم والاعتقاد. الشهادة حينما تأتي في لغة العرب تدور حول العلم والاعتقاد، ولها مراتب، ثلاث مراتب للشهادة باش تعرف مزيان بأنه ماشي عاد تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إلزم ثلاث مراتب. مرتبة الأولى معرفة واعتقاد وعلم، أو علم ومعرفة واعتقاد، أو معرفة وعلم واعتقاد. والثانية هو التكلم بها والنطق بها،
والتعليزة هو تعليم غيرك ما تتضمنه هذه الشهادة على توضيحها وتبيينها. ولذلك أنت تشهد ويلزمك أن تبلغ. شوف معنى أشهد، معناه لابد من ماذا؟ من التبليغ والبيان. واضح؟ ثلاث مراتب. إذن أشهد، ولذلك يأتي الإيمان كما قال هنا الإيمان وتأتي الشهادة. الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله، الإيمان به والشهادة به صلوات ربي وسلامه عليه. هل هناك بينهما فرق؟ لا شك أن هناك فرق، وإن كان بعضها يطلق على البعض، والبعض يقول أن الشهادة مخصوصة بالفعل وأن الإيمان مخصوص بالاعتقاد. واضح؟ إلا أن الإيمان يطلق ويقصد به أو يختص بالقلب وإقراره، يختص بماذا؟ بالقلب وإقراره. والشهادة إنما يراد بها نطق اللسان واعترافه. إذن عندنا الإيمان هو ماذا؟ مالكم؟ يلا قلنا الإيمان هو مختص بالقلب وإقراره، وعندنا الشهادة إنما يراد بها نطق اللسان واعترافه. واضح؟ والشهادة متلازمة، انتبه، مع الإيمان. الشهادة والإيمان متلازمة، فمعنى حينما تشهد بلسانك لا بد للقلب أن يواطئ اللسان على قوله، فإن لم تحصل المواطأة كان نفاقا. إن كان قولا دون اعتقاد صار نفاق. وهذا ما أخبر الله سبحانه وتعالى، فقال بالنسبة للمنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني معناه فلا بد من ولذلك القول، انتبه هذه مهمة، القول في لغة العرب وفي الشرع حينما يطلق القول في لغة العرب وفي الشرع إنما يراد بها قولا وعملا. فإن أراد الفصل بينهما فإنه لا بد من أن يأتي بالجهة المنفكة. لذلك قال الله عز وجل يقولون، زيد، بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قول ما هو قول؟ طيب لماذا كان يكفي؟ ما دخل القول في ماذا؟ في الاعتقاد. لكن حينما كان الفصل لبيان أن القول عند إطلاقه، وهذا عندنا في حديث رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس، زيد، حتى يشهدوا، لنا حتى يقولوا، جاءت في الروايتين، حتى يشهدوا، في الرواية الأخرى حتى يقولوا، يعني ما يقولوا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا باللسان دون اعتقادا لمعناها واعترافا به يصيح، لا يصيح، إذن فيه مخالفة. واضح؟ فيه مخالفة. ولذلك شهادة أن محمدا رسول الله لها شحال من شرط؟ طب 13 شرطا. باش تقول أشهد أن محمدا رسول الله، ياك ممكن برجع معنا من هنا ومن هنا ومن هنا.
ياك صاروا كام؟ عليكم السلام. شحال؟ 13 شرطا نظمها هذا العبد الفقير في قوله شهادة محمد الرسول بشرطها تحقق القبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد نطقها أقول، معترفا معظما ومؤمنا، مصدقا للخبر ومذعنا، متبعا لقوله مصدقا، مع حبه لحكمه مسلما. إلى جينا نعدهم غيولي وشحال؟ 13 شرطا لتحقيق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. يعني ليس مجرد آش قول، حنا كنقولوا دابا الآن اللي كيقول لك حنا كنحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم أخباركم القصة حولها نبندي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو محبة النبي بالاحتفال به؟ هل هي محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ تخصيصه بيوم دون آخر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه مخالفة لشاش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما أش دائما معنا في كل وقت وفي كل آش حين لحظة أنت مساير، لأنك خصك تتبع آش هدية، بس أنك تخصص الاحتفال وتفرح وكذا وسالينا ورجع دريما لعادتها القديمة يكتشي بكاي. لا، إذا لو أحببته حقا لاتبعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ولذلك الأصل الأصيل، انتبه، الأصل الأصيل في الشهادة هو الاتباع، شهادة محمد صلى الله عليه وسلم هو تخصيصه باش بالاتباع، معنى الامتثال للانقياد، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك أنت شوف منك حياتك اليومية أنت مع رسول الله. عائشة رضي الله عنها كانت أشقت، كان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يمشي على الأرض، إذن يمشي على الأرض معناه حياة يومية، أفعال، سنن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. من تحل عينك الصباح إلى أن تنام وأنت في ما بينهما، في بدايته وفي نهايته وما بينهما، أنت على آش، لابد أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتباع. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا تفعل، إذا معناه القدر الاتباع اش كيكون؟ افعل ولا تفعل، هذا هو الهدي، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الشروط 13 شرطا خصك تحقق، هذه ثلاث شروط خصك تعرفها. كما قلنا سابقا، سواء في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأول العلم زد اليقين، والعلم ضد الجهل، واليقين ضد الشك، بمعنى اعتقادا جازما فيما تتلفظ به، كتعرفه كيش عندك هاش لا لمسة فيه. أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذن معناه أن الإنسان ملزم به، ملزم بتحقيق الواجبات المتحتمات المعرفة، ولا يكفي فيها التقليد، مفهوم؟ لا بد من معرفتها، وهو ما تصح به عقيدتك ويدخل فيها ملكون. مش تدخل فيها ما يصح به عقيدتك، شهادة أن محمدا رسول الله، اللي قلنا شما متلازمة، ثم ما تصح به صلاتك، ما يصح به صومك، ما تصح به حجك أو زكاتك، ثم حدك. هذه المجمل في المعتقد والمجمل في الفعل والعمل لا بد من معرفته. ما تقولش راني من هنا نتفاهم، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. علاش؟ لأنه أمرك أن تعبده، وأن تعبده بما شرع. علاش تعبده بما شرع؟ وكيف تعبده بما شرع؟ باش ثم جاوبوني، باش ما تعرفوا بما شرع. إن لم يكن هناك علم بمعرفة الشرع عن طريق من؟ رسول الله. طريق واحدة، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله. ما قالش شهد فقط، أش قال؟ فاعلم. يعني هذيك الشهادة خص تقول، خص تعرفها باش ما توقعش في ناقضها ومخالفها ومخالفاتها. كذلك شهادة محمد رسول الله لا بد من معرفتها حتى لا تقع فيما يناقضها. وإذا تجد كثير من الناس يشهد أن محمد رسول الله، سنأتي على بعض منها، سيذكرها المصنف على بعض منها، فأنت تنسف معنى شهادة أن محمدا رسول الله حينما ترد قول رسول الله لمجرد أنه خالف هواك، لم يوافق التي شوية القضية خصنا نفكروا والوقت ويقتضي وإلى آخره. أنت به هذا شيء تسمى، هذا ضد القبول الذي هو الشرط، لأن القبول ضده آش الرد. الرد معنى قبول شهادة أن محمد رسول الله، وإياك أن تقع في مخالفة لازم من لوازمها، لأن إن خالفت لازما من لوازمها وقعت في ماذا؟ في النقيض للقبول الذي هو الشرط وهو الرد. فإن انتفى الشرط، انتفى شنو هو؟ المشروع. الشرط هو القبول، المشروع شنو هو؟ شهادة أن محمدا رسول الله. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله لها نواقض، شهادة أن محمدا رسول الله لها آش نواقض. تتفق النواقض بعضها من بعض مع زيادة في النواقض بالنسبة لشهادة أن محمدا رسول الله. يعني المسألة مش سهلة، عرفني مش انتبه. طيب، ولذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم المقصود به هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته، عقل عليها، خذ من هذه بركة. شنو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن قال هو فرض الإيمان، معنى واجب أن تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أن تؤمن به هو غيرتنا سيندرج تحته، لأنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم معنى إثبات نبوته وتصديقه فيما بلغه عن من؟ عن الله. تبه، تصديقه في آش في نبوته وفيما بلغه عن الله، يندرج تحت هذا أش كيندرج؟ يندرج معنى أن تصدق بماذا؟ أن تؤمن برسالته، وأن رسالته هي آش خاتمة الرسالات، معناه لا نبي بعده ولا رسول بعده، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلينا من فضلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، معناه شنو؟ ممكن يكون رسول، وهذا الجهل المطبق، لأن الرسالة أعلى من ماذا؟ من النبوة، أعلى من آش؟ من النبوة، لكن الله مشتعل، جهل مركب. طيب،
إذا جبنا عاود معايا مناش زيد الإيمان بعموم رسالته معنى أنه آش أرسل إلى العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين معنى إنسهم وجنهم يعني ليس مخصوص كباقي الأنبياء عامة ثانيها أن رسالته خاتمة معنى الرسالات أن رسالته ناسخة للشرائع السابقة هذا لا بد من الإيمان بها ما تجيبش حاجة تقول لا راه نشوفو حدك تقول شوف معنى أنك ناقضت آش تجوبني ناقضت أن آش أن النبي صلى الله عليه وسلم آش رسوله رسول الله لأن الله عز وجل جعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاتمة آش الرسالات لذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فما جيش يقول لي سميتها الدين الإبراهيمي الدين الإبراهيمي المزعوم دخل فيه ثلاثة ديالات ديانات كيسموه وماش الديانات كيدخلوا فيهم الشرائع وما الدين راه واحد أن الدين عند الله الإسلام جميع الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم دينهم واحد هو الإسلام بمعناه العام الذي هو الإسلام الإسلام بمعناه العام غنعاود نقولها الثالثة نقول لكم نوضوا تصليت عزيز عرضا فكم انا نقول لكم رجل الرشيد ما فعلا انا كنت صافي غنطول غنقولها نوضوا نصلي لان تجي قلنا هاجي ولا لا راك مسلم واش جيت هادشي ولا ما جيتوش راه اجياء نعيدها ونكرر قلنا ان الاسلام بمعناه عن الانسان ينقسم الى كم قسم جوج قسم بمعناه العام ولا قسم اخر بمعنى الخاص ديرها بالك وإذا الاستسلام بمعناه العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذه شكون جابها جميع الرسل استسلموا لله ولا لا ملة أبيكم إبراهيم إيش ده هو سلمكم شكون هو سلمكم السمه المسلمين فهمنا فلذلك كلهم طيب المعنى الخاص انا قلت له هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص دي خاصه هذه هذا هو الاسلام اللي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم اذا عرفنا المعنى العام يشترك فيه عاش الكل المعنى الخاص هو آية مخصوص بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون هذه صافي عندك مهضومة معروفة من فوق ليش واحد يقول لك الديانات كيش ديانات كين شرائع ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ما قالش دينا ايش قال شرعة ومنهاجا الشرائع تختلف لكن الدين عند الله الآن الإسلام كل شيء لكن الآية التي جاء فيها قول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا ايش يقصد به هنا ايش يقصد به ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصة هنا فلن يقبل منه فهو في الآخرة مع الله من الخاسر مفهوم وخس عرفنا زين عاود سيدي ترى خرجنا من هنا تقتضي او يندرج تحت عاش تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله قلنا شيء ولا ما قلناش يندرج تحته عاش الايمان بعموم رسالته الايمان بان رسالته هي عاش خاتمه الرسالات انها عاش
ناسخة النعاج لرسالة الله. رابعها الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. حيث لم تجد تقلتي هنا جنوة كيلزمك ما تزيدش ما كينجاش كينجاش الزيادة. حيث حدك تقول شي حاجة وتستحسن شي حاجة في الدين تهمت النبي بأنه لم يبلغ آش الرسالة. الله يودي الخير حين ما كيناش قال تقول حالك يقول. إمام دار الهجرة إمام مالك ما قال من استحسن في الدين فقد شرع. سمعتين اجداد شرع لانك استحسنت في عقلك. كيف الاستحسان؟ لان الدين قال الله قال رسوله. اذا من استحسن في الدين فقد شرع. اسمع وقد اتهم النبي بانه خان الرساله. واسمع من اتهم النبي بانه خان الرساله فيه اتهام لرب العزة في إرساله للنبي. مش في المدينة كان بسهل الله يودي بينا نذكر الله. إيه كتير كتقول ها؟ إيه كتير كيقولوا أجل إيش مين نديرو؟ إحنا هاك نذكر الله ولا بيجي نذكر الله نذكر عن طريق من؟ توقف كتقول هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة ما فعلهاش ياك؟ باش تقول لا واش فيها؟ واحد كنسمعوك يقول سمع الله لمن حمده. يقول لك ربنا ولك الحمد والشكر. الله يوم تمني جديد الشكر. اش غتقول لي؟ وخليكم معنا، اش غتقول لي؟ مالا؟ الله سبحانه قال ولئن شكرتم يزيدنكم. قالها ولا ما قالهاش؟ وانتم ما زدتوا فيه ولا ما كنشكروش مالاش حاجه. لا سيدي فيها فيها ونص فيها واش ونص جاء فيها. علاش؟ لان جبتي انت في موطن عباده ولا لا؟ ركز باش عرف ما تبقاش تعطي عقلك امسرح. لا المؤمن كنيس فاطين. اسمع جتي في موطن عاش عباد خارج اسمع خارج الصلاه قول اللهم لك الحمد ولك اجر الشكر امنا بك وصدقنا وهدانا. ما كاين شغل كذلك. علاش؟ علاش شغل كذلك؟ لان ذكر مطلق خارج موطن عباده مخصصه. فهمتي ولا لا؟ انت تقدر تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله واتوب اليه. اقول لك شي واحد شي حاجه؟ مالك؟ لا يستطيع ان ينكر عليك. علاش؟ اولا لانها لذاتك، ثانيا تفعل المامور به اجمالا، ثالثا ليس داخل في عبادة مخصوصة بل هي داخلة في مطلق الذكر. مالكم؟ فهمنا هذه؟ باش تجي تجي ديرها في الصلاة. هذا موطن آش عبادة. اسمع يا حضرة علي رضي الله عنه عطس أحدهم. إيش ده؟ عطس. إيش يقول؟ الحمد لله. إيش قال هو؟ اسمع. قال لا مش علي ابن عمر. إيه ابن عمر رضي الله عنهم. هو اللي عطس حداه قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنت ما تقولي ده؟ ما قال وين؟ ها؟ ولا جا تقول لنا ما كتحبوش النبي او ما تصليوش عليه. شنو ما تصليوش عليه؟ ايه المركب ما تصليوش عليه. صلي عليه راه عنده موطن. ها؟ ماشي تجيب الصلاه ديال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الموطن ديالو تقول لنا ما كتصليوش عليه. اش كتخربق؟
اسمع دابا شكون اللي غيقول دابا حلو ديك زيد شنو يقول ابن عمر. فقال له يا هذا ونحن نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن ليس في هذا الموضع. سمعتين كان عودة قال لي يا هذا غنقولك احنا كنقولوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لكن ماشي باش لأن الموطن مرتبط بعبادة اللي هي آية العرس فيها آية الوارد فيها الحمد لله الرواية الثانية الحمد لله رب العالمين. شحال عندك تقول؟ شحال وحدة؟ جوج ما تعداش إلا تعديتي دخلتي شي وحدة وخرجتي وبغيتي تزيد وإن كانت هي آش من الذكر آش درتي تما؟ شتي دابا فقد أحدثت في دين الله لأن معلقة بعبادة مخصوصة. شوف نكر علي بن عمر قال ما تديرهاش هنا قولها خارج الإطار آش المخصوص شوف لك هذاك لكن هنا كذلك ما تقولش الشكر لله تجيب الوارد الحمد لله حمدا سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دول الوارد فهمنا معناه كنقتصروا على وما آتاكم الرسول خذوه اشتهى وما نهاكم عنه فانتهوا. لذلك شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء اسمع ما من شيء يقربكم الى الله الا امرتكم به وما من شيء يبعدكم. الروايه الاخرى ما من شيء يقربكم الى الجنه الا اش دللتكم عليه وما من شيء يقربكم الى النار الا اش نهيتكم عنه حذرتكم منه. وقل لي من الحماقة أجل الله سبحانه وتعالى زين أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. سمعتها إذا نسألوا ماشي إلا جبتي شي شي حاجة ما أذنش بها الله أش كتولي درتي شرعت وقد أتيت بما لم يأذن به. اسمع أش قال الله سبحانه وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا زد ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حلو بيه مزيان وسمعتني يقولوا هذا التفسير قال لك فمن دعا لغير الله أشرك إيش ده؟ لأن قال لك إيش؟ دابا سبحان الله داعيا إلى فمن دعا إلى غير الله أشرك أشرك زيد صافي لا داعيا إلى الله زيد بإذنه. قال فمن دعا إلى الله لكن ليس بإذنه فقد ابتدع. ترجع معك الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا على الأمة بمن أطاع وبمن عصى شاهدا ومبشرا للطائعين بالجنة مبشرا ونذيرا نذيرا منذرا لمن عصاه بالنار وداعيا إلى الله بإذنه إن خالفت أشوقع ابتدعت في دين الله وكل مبتدع إلا وفيه وجه من الشرك. لا لا شوف اللي قال لك قال سيدي هذه آية استدلال زيد بن علي اللي بالوجه ديال الشرك
علاش؟ قالك وما من مبتدعين إلا وهو مشرك. كيفاش مبتدعين وهو مشرك؟ قال أما سمعتم قول الله عز وجل اتخذوا زيد أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله. قالوا يا رسول الله ما اتخذناهما أربابا من دون الله. اسمع، قال أما أحلوا لكم الحرام فأحللتموه؟ قال بلى. قال أما حرموا عليكم الحلال فحرمتموه؟ قالوا بلى. قال فتلك عبادتهم. كلام من هذا كلام رسول الله. سمعتي؟ حلل وحرم خلدي باش من نوع آش من الشرك. فمن ابتدع في دين الله أشرك مع الله من وجهين. علاش؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك السلامة زيد فاش؟ لذلك معنى شهادة باختصار شهادة أن محمدا رسول الله تخصيص النبي بالاتباع. إذ لما كتصدقوا وتؤمن به يلزمك آش اتباعه محبته طاعته. إذا عرفنا الإيمان بالله عز وجل يعودوا زيد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هي آش هو آش تصديقه فيما أخبر عن الله وفي نبوته ويندرج تحتها آش الإيمان بعموم رسالته لأن رسالته خاتمة الرسالة أنها ناسخة لباقي الشرائع زيد أنه بلغ وأدى الأمانة بلغ الرسالة وأدى الأمانة هو يضاف إليه أيضا ما يلزمه من الحقوق محبته تعظيمه توقيره بكل داخل في الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال هنا إذا تقرر بما قدمناه قال ثبوت نبوته يعني معناه ثبتت النبوة بظهور معجزاته صلى الله عليه وسلم فقد جاء بما هو خارق للعادة مع التحدي. لأنه خوارق العادة تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. أربعة. إلى قسمين. خوارق العادة مصحوبة باش بالتحدي لا تكون إلا للأنبياء. سمعتيها؟ خوارق العادات اللي خارج عن المألوف. إلا كانت مصحوبة بالتحدي إيش كتسمى؟ خاصة بالنبوة والرسالة. إن كانت الخوارق غير مصحوبة بالتحدي تكون آش كرامة تكون آش كرامة تسمى كرامة والفرق بين كرامة أولياء الرحمن وكرامة أولياء الشيطان. هذه من عند الله هذه هي لي عباد الرحمة أولياء الرحمة والأخرى فإنها من الشيطان التي هي الوسوسة وإضلال الناس. شوف راسك واخد مشي بكل ما والطير في الهواء إلا ما ممكنتش تتابع الكتاب والسنة ففعلك هذا فعل آش الشياطين. مفهوم؟ طيب
إذن بظهور معجزاته. قال وصحة رسالته بوضوح آياته. ولذلك الله سبحانه تحدى كفار قريش والعرب عموما أن يأتوا من مثل هذا القرآن. هذه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا يلا أي ذلك فأتوا الأولى عشرية بمثله، الثانية بعشر سور سور مشتريات. من يجي العشرة زيد بسورة شي تحدي من القرآن كامل العشرة لا من سورة وآية يجيبوها ولو كان بعضهم لبعض الله يرى. إذا معناه تبوت آش رسالة وأنه من عندي الله عز وجل. قال وجب الإيمان به، وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به، وتصديقه فيما أتى به فيما يخبره عن الله عز وجل، فيما يخبره عن الأمور الغيبيات كلها، الأمور ما غاب عنه، وصف الجنة وصف النار ما أعد الله عز وجل إلى غداء لكلها لناش مما غاب عنه، لكن آش مصدق. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما يحكي لم تكن الذاكرة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضى يقول أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يخبر عن الأمم السابقة. شوف السابقة، لأن الإيمان به فيما يخبر عما سبق وفيما هو حال مستقبلي، لما جاء المستقبلي فيما سبق في كل ما أتى به، مما سبق يعني الأمم السابقة وما حصل والعبر والعظة، ثم أش ما هو مستقبلي من الأمور الغيبية التي سوى. إذا كان يقول لك سيأتي زمان على أمتي يحلون الحرى والحريرة والمعازف، هذا هو زمانه. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فيه 14 قرن هذا زمانه نعيشه، يحلون الحرى الزنا حلوا ولا ما حلوا؟ الجنة؟ تلك علاقة رضائية. زين علاقة رضائية. وين تسميها علاقة رضائية؟ ها؟ ولا باكر هندي؟ ولا شغل كذا كيف كتسمى؟ زينة. علاش؟ لأن الزينة معناه كل وطئ أو جماع حصل في غير عقد شرعي أشكي زينة. سميه أنت كما بغيت، لون هنا دور هنا خرج من هنا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم. ما عند الله من سلطان. عطيني ليش قالت الآية فين قالت؟ فين قالت؟ قالت؟ ما قلنا فين ديانت؟ حيث لما كنقول فين ديانت ما يقصدوش الصورة، سبب النزول يا سبب سبب النزول. إيش قال؟ لأنه سماو قالوا إيش هو الله أجي نديروا الأوتان ديالنا اللات قريبا من بالزمر الله واللات والعزيز العزة والمنان منات. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من السلطان. لكن إذا حنا درتي لها اللات وعزى ومنات غنعبدوها حرام حرام، أوتان أوتان، شرك شرك، زنا زنا. يحلون الحرى والحريرة اللي هو تبين الرجال لبسوا الحرير، وكون ما كانش النص ديال النبي صلى الله عليه وسلم استثنى النساء كان حرام لا على الرجال وعيش، لكن لما الله سبحانه وتعالى قال حرام على ذكور امتي حلال على اناثها صارت سيئه. سمعنا قاش نقاش فدلاكه والفلسفه وعلاش وما جوا ما خدامش قلنا سمعنا هذا هو الايمان تصديق خبر قال قاش نقاش هذاك الشيء جبه طويل وديرو فاش؟ ما عندك ما يدير به.
ما تديروش بشي كل حب في النسبالة مفهوم أحسن مهم؟ إذا نحن الحر والحرير زيد والمعازي شنو البحث؟ أغاني مش الخمر معازي معازي آلات الطرب معناه الموسي قاع يقول ما هو الناس اللي عندكم شي معنى اخر ما عرفتوش بغيتو تجيبوا شي حاجه ما عرفوهاش علاش باش ما يجيش يقول لك هذه واضحه كتسمى اش هذا يسميه اهل الاصوليون بالنص شنو النص الذي لا يحتمل الا معنى واحد ما غاديش يقول لنا النار هذه حيت فيها داء ولي شي يسموها الغذاء الروحي حسبنا الله ونعم الوكيل واش هادي زعما غير زعما غيرنا السميات غتغيرهاش الحكم غيتغير الحكم الحكم ثابت لونها زوقها دير عليها شويه ديال الدرديره غيبقى اش كما هو فهمنا هذا هو المقصود من الكلاك الخديع ماشي شي اسماء البواعق او شي اسماء ها اللي قلنا حنا ها شي فلذلك حرام معنى اش معناه حرام جبنا حنا في سياق الايه طيب فيما اتى قال الله تعالى فامنوا بالله ورسوله شوف امنوا بالله الامر يقتضي الوجوب امنوا امر يقتضي الوجوب امنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا هو النور الذي انزلنا هو القران النور الذي انزلنا هو القران طيب يعني من الادله انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هنا لتؤمنوا بالله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه لتعزروه وتعزروه تعظموه وتوقروه تحترموه شنو خصك كي تخرج عينك وتسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتردو وتسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه وتغوبش وتسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتقول آش وتشي بزاف دين جديد هذا يلا زدتي البارح تعلم العلم تعلم دين جديد هذا كتسمع قال رسول الله وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال فلان وقال آش علة في مقابلة قول منه اسمع يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا زيد لا شتي قال لك كنحبوا النبي بينما ما بين لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يقول ابن عباس لا تتقدموا بقول مع قول الله وقول رسوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يتفلسوا ها يتفلسوا نعم أن يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا سمعت قول المؤمنين هنا قول المؤمنين على القول بالفعل قول وعمل قول وعمل لأن لكم من القول إذا أطلق فاش في لسان العربي وفي القرآن يراد به آش ما هو متعلق بالقول يعني باللسان وهو متعلق بآش بالعمل ولذلك آش أن يقول سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا كل شيء قال لكن عم جرد الدعاء الذي هو النداء
محرم أن تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. ما يمكنش دابا تقول محمد، لا بد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. لا تجعل دعاء بعضكم دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ما كم سهلة سهلة. علاش؟ طيب ما هو اسمه تعظيما لمن؟ توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يتقدموش على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمشي. كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمة آية الصحابة احتراما وتعظيما. شو الصحابة؟ كيقول أحد الصحابة والله ما أشبعت نظري، يعني بصر ديالي نظرا في رسول الله، ما رفعش ما كرفعش ولو قلت لي يوسف ما قرش. علاش؟ شنو خدمي ابني انه حتى لو عاش ما ملناش عينه ملناش شوف ما يقدرش يوصف النبي عليه الصلاه والسلام عظيما. لذلك لما جاء أحد صناديق قريش من كونة حينما جاء في صلح آش عند يريا حينما قال لا تغتر بهؤلاء فإنهم آش فباش زمن نتنض الحب آش الله يهربوا خيرك. الجواب ديال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي قولة. اش يجاوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اعلان باش بالفعل. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه من يجيب الوضوء هو يتوضا قدام قدام الصحابه. هذا كل كياج الفرائض ديالو كله كترتعد. عرفتي شي كان ما كاينش نقطه وحده طاحت فاش في الارض من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ما طاحت ما طاحت معناها تنجد مالكم تنجد يتخافون ما كاينش ما كاينش ما طيحش ما طيحش النقطه تبركا لاثر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع قال اش وتنخم النبي صلى الله عليه وسلم فطار بهاي دلكم يا نفسه. انا قلت قزز رسول الله أي قالوا كما قالك أهل العلم قال وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من عادته أن يفعل لكن آش اقتضى المقام أن يفعل ليأخذ آش من جاء عبرة آش مباشرة حيث دولي أدف شيء يبغى ما قالش فيه مش عند رجع عند قريش اش قال اليوم اش قال اليوم قال اليوم والله لقد عرض عليكم خطة صلح فاقبلوها. اش قال اليوم عرض عليكم خطة صلح باش تقبلوها فإني والله إيش قلت؟ شت الملوك وشت كيفاش يديروا معاهم آش الحاجية ديالهم وما أنتم مثل ما يفعل أصحاب محمد بن محمد. زعما إيش والله والله تنخطفوا زعما كما كنقولوا حنا راه غي آش يريشوك يجي يجي اللي كيتخافوا على الموضوع غيتسنى. وانتم تعرفون سيرة الصحابة إذا ذكرت أحد ذكر طلحة لا ذكر آش من عبيد الله. علاش؟ لأنك يعني شوف كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم الجوف في الظهر ديالو مخرج باش بالنبال حتى تصل إلى رسول الله. يعني هو اللي دير آش دير للنبي صلى الله عليه وسلم يقول دونك يا رسول الله. شوف شنو يسلموا. شوف كانت المحبة. شوف التعظيم. شوف التوكيل. اللهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق على ما يحب ويرضى وجميع من الذين يسمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله ولكم من أدب. بالمناسبة غنبقاو حنا مستمرين إن شاء الله تعالى هذا ربيع الأول. انت ما جبتوا لنا سؤال بغيتوا نطوروا ان شاء الله. يقول لك ما الفرق بين الاستحسان الذي هو من اصول الامام مالك والاستحسان المذموم؟
واللي بقى هادي يجي فاش يجي في الحصة ديالك وصول الإمام مالك يوم الجمعة هي فوق إن شاء الله تعالى في مسجد الصدر بالمكانسة نشرح فيه وصول الإمام مالك غنوصلوا باستحسان وغنشرح لكم أشنا هو الفرق بين عاش بين الاستحسان عاش المحمود والاستحسان المذموم. أما قول الإمام مالك فهو يعني به الاستحسان المذموم المبني على مجرد الرأي الخالي من الدليل.